بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. يعني للأسف الشديد إنه يعني زي ما ذكرت قبل إنه المرأة المطلقة بالذات عندنا في السودان يعني بينظر لها دائما نظرة يعني فيها نوع من التوجس يعني من المجتمع. فهي دائما يعني عندها محارم، دائما متهمة، نعم ودائما يعني عليها إنها مطالبة بإنه المجتمع دائما يطالبها إن هي تقدم يعني الأفضل بالنسبة لها، أو يعني إنها هي دائما تكون يعني هي يعني دائما تحاول شنو تنفي عن نفسها تهمة إنها هي قد تكون مثلا مذنبة في هذا الجانب. فبنلقى إنه كثير يعني من يعني حتى على مستوى المضايقات التي تجدها يعني مثلا في المجتمع، في المكان العمل، في على مستوى لا دائما استاذه دورية المراه المطلقه يعني بيتم التعامل معها والنظر اليها على اساس انها هي اول حاجه مبدئيا انسانه غير عقلانيه، والا اذا كانت عقلانيه كان حافظت على بيتها. نعم دائما نعم بيتم اطلاق هذه الاتهامات، لا دائما بيتم التعامل معها من قبل الرجال على انها فريسه سهله المنال لانها فقط مطلقه. نعم ليه؟ يعني اسباب كثيره جدا. يعني نعم ردودك على هذه يعني الاشياء. هو طبعا المجتمع زي ما بيقولوا مجتمع ذكوري، فدائما زي ما قلت لك انه هو يعني بيطارد المرأة دي وبيحاول زي ما قلت انت يعني كأنها هي المذنبة وهي الإنسان السهلة المنال، في حين انه هي يعني المجتمع ده ما عارف هي مدى المعاناة التي مثلا عانتها في حياتها. فدائما يعني هو بيحاول انه يعني يقلل من قيمتها، وكذلك يعني دائما هي متهمه من قبل يعني كثير من يعني حتى مثلا على مستوى يعني التعامل بينه وبين المجتمع بيكون مختلف من ان هي كانت زمان مزوجه، يعني بيختلف يعني حتى على مستوى صديقاتها مثلا هي دائما تكون حذره في التعامل. يعني خلينا نكون اكثر شفافيه، يعني نقول يعني انه يعني الواحده مجرد ما اتطلقت يعني حتى صحباتها يخافوا منها، يعني كانها هي انما يعني دايره تخطف راجل الوحده فيهم ولا حاجه زي دي، وهي ذاتها يعني نفسيا بتكون شنو بتكون يعني متضايقه وتعبانه من الحته دي. يعني هي دايره تتواصل مثلا مع المجتمع، دايره تتواصل مع صحباتها، لكن بقدر يعني بتكون شنو بتكون حذره بيتم ما زي إقصاءها. زمان. ايوه بيتم اقصائها، وحتى لو ما تم اقصائها هي بتكون حساسه شديد في الحته دي، يعني دايما بتحاول انها شنو تتجنب انه مثلا يعني العلاقه بينه وبين بين الاخرين يعني ما تكون شنو يعني ما تكون زي الاول، بتضعها حدود وحواجز. ده كله عشان تحافظ على قيمتها وتحافظ على كبريائها يعني امام المجتمع وكده. نعم أستاذة، تعاني برضو من ضمن الأشياء التي قد تتعرض لها المطلقة بعد الطلاق فرض وصاية من قبل الأسرة على هذه البنت أو المطلقة أو السيدة المطلقة. ممكن تكون الوصاية دي حتى قبل ما تتزوج ما مفروضة، يعني ما بيكونوا فارضين عليها وصاية، ويكونوا مدينا نوعا ما حرية وصاية أثناء الزواج برضو ما بتكون فيه يعني. لكن بمجرد أن طلقت من زوجها بيتم فرض وصاية من قبل الأسرة. رأيك إنه انعكاسات هذه الوصاية على السيدة المطلقة؟ والله طبعا بالنسبة للوصاية هي طبعا بعد ما قبل ما تتزوج بتكون حرة، لكن بعد الطلاق بتكون تاني يعني حتى الأسرة ذاتها بتعاملها معاملة بتاعت إنها هي يعني فشلت في الأولى، المرة الثانية المفروض شنو يعملوا لها رغبة عشان ما تفشل نفس الفشل الأول. فالحتة دي يعني بتكون من ناحية نفسية متضررة في الحتة دي، فبتقوم فأغلب في أسر بيمنعوا بنتهم ذاتها لما تكون مطلقه ثاني ما تختلط بالمجتمع النهائي. دي الاسره المتشدده طبعا في مساله الطلاق دي، فالحاجه دي بتسبب عليها ذاتها ضرر نفسي، يعني بتكون عندها يعني في زوجات بيطلعوا بيشتغلوا، وديل اللي بيشتغلوا ديل اخف وطأة، لان لما تطلع تشتغل بتكون يعني خففت عن نفسها شويه، بتختلط بالمجتمع من جديد. لكن ما بكون عندهم اللي بتكون ما متعلمه طلعوها من المدرسه من بدري، ما عندها شهاده، ما هنا بتكون دي قاعده في البيت، حتى حركتها بتكون يا مع اسرتها يا 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 ما بتطلع يعني. فدي اكثر فئه متضرره اللي هم اللي بيتزوجوهم بدري صغار وما متعلمين يعني. طالما انت متزوجه ومتعلمه ممكن تطلعي تشتغلي وتخلطي المجتمع وتمارسي حياتك عادي، لكن بالنسبه للناس التانيين اللي ما متعلمين ففي صعوبه في الحته دي، في ضرر نفسي بيصيبهم ما يعني بنعكس عليها هي لقدام وعلى اطفالها.
اذا كان عندها اطفال. طيب بعض السيدات المطلقات يتخوفن من تكرار التجربه مره اخرى، بيقولوا انه اذا كان هي مثلا تطلقت من زوجها للمره الاولى والمجتمع اتعامل معها بهذه الطريقه، فاذا تزوجت مره اخرى وفشلت فحتثبت عليها كل التهم المنسوبه اليها، يعني زي ما انتم بتقولوا، فبيتم تحاشي هذا الموضوع، بتقول خلاص يعني ان هي خلاص جربت الحياه الزوجيه ولم تنجح في هذه الحياه، فبالتالي هي غير مستعده لتكرار هذه التجربه والتعرض للفشل والتعرض لنظره مجتمع اقسى حتكون المره دي، لانه حتكون تكررت التجربه مرتين. يعني هل عايشتي حالات زي دي؟ مريتي بتجربه زي دي؟ والله في يعني في 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 ناس يعني في زوجات بيكونوا اتطلقوا وديل بيكونوا استسلموا تماما وبعد ذاك تاني خلاص لو عندها عيال بتقول لك انا بقعد بربي عيالي وتاني ما بتزوج. وفي زوجات بالزوج، احنا معانا زميلاتنا زوج اثنين يعني الاول والثاني والثالث ما استسلموا، الاول ما نفع الثاني الثالث الثاني ما حصل ليه اصلا. ايوه فدي اذا بقت ضعيفه او هذا ذاته ما ساعدوها يعني مثلا. وفي 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 ثاني واحد برضه، الواحده بتكون الزوجه ده الزوج الاول بتكون اختيارها هي وما توفقت فيه وبعد ذاك بيقوم بيفشل، لما تجي الزوج الثاني برضه يجي من طرفها هي برضه اهلها بيرفضوا باعتبار ان الاول ده جبتي اختيارها غير موفق، اختيارك انت اختيار موفق والثاني ذاته حتجيبيه بنفس الطريقه. وكل ما تجيب زول في اسر كده بيقوموا بيرفضوا ليها فدي بتقعد بتستسلم يعني في النهايه بتقعد ساي. ولكن في وحدات بتكون هي متاكده من اختيارها ومتاكده او بتكون اسبابها مغنعه خلت بها الاول والثاني والثالث متواصل يعني بتكون عزيمتها قويه، لكن بس هي يعني المفروض اللي هي تكون قويه وتحسن اختيارها في البدايه يعني. فمرات الحاجه ذاتها لما يقولوا لك يعني في 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 بنات الوحده اهلها بيقولوا لا زول ده ما كويس ما تتزوجيه او نحن عندنا ما فيه راي او كده بتقوم بتعارض وبتصير عليه. بعد ما يتزوجوا تكتشف الحقيقه الزمان قالوا لها اهلها بيبقى لها صعب ثاني تتراجع تتراجع وفي النهايه بترجع لكن بتكون عندها يعني بتكون متضرره شديد بتكون نفسيا ما مرتاحه يعني. فزي دي كده دي المشكله هنا يعني في السودان اكثر حاجه. أستاذة درية يعني تعليقك على هذا الموضوع اللي هو تخوف المطلقة من الزواج مرة أخرى يعني لكي لا تمر بذات التجربة مرة أخرى. والله أنا يعني قبل ما أخش في حتة الاختيار الثاني يعني أنا بطلب من المجتمع إنه المجتمع ذاته يكون رفيق ورحيم يعني بأي وحدة مرت بهذه التجربة، يعني يحاول إنه يضمد جراحة، يحاول انه يقف معها يديها يبسها الثقه في نفسها على اساس انه هي تنهض من ثاني وتحاول انها تبني لها يعني حياه جديده. وانا بطلب يعني انه من السيده الثانيه ما تيأس يعني طالما انه هي اختارت الاختيار الاول وما كان موفق، المره الثانيه لما تجي تختار تختار بـ 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 بعقلانيه وتختار بـ بـ بمواصفات يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعني قال انه يعني من أتى من ترضون دينه وخلقه هو دينه فزوجوه. يعني الإنسان الوحدة حقه تبحث عن الأخلاق الواحدة أول حاجة، بعد ذاك يعني مدى التزامه ومدى مسؤوليته حتى بعد ذاك عشان ما تفشل للمرة الثانية ويلقى على اللوم. يعني احنا هسي نلقى انه اغلب الطلاقات دي السبب كان فيها سوء الاختيار، يعني الوحدة كل ما كانت واعية باختياراتها وبقناعة يعني واقتنعت انه هذه انه هذا الخيار هو الخيار الصحيح فما اظنها بتجابه يعني مشكله، لكن المشكله دائما بتكون في الاختيار. فانا بتمنى انه المجتمع ذاته يساعد هذه المطلقه على اساس انه هي تختار من جديد وما يستغلها. يعني هسه نحن بنلقى في حالات كثيره من الاستغلال يعني لهذه المراه المغلوب على امرها يعني، فانا بطلب انه يعني الناس تكون اكثر يعني رأفه بهذه المطلقه. وانه في النهايه في يعني معلومه مهمه لازم احنا نكون واعيين لها، انه الرجل هو الذي يتقدم لخطبه المراه. نعم احنا نعم عندنا في أيوة في مجتمعنا أيوة في عرفنا نعم، فبالتالي اختياراتها هي بناء على الشيء المتاح. يعني هي قدامها خيار اثنين ثلاثه متاحات أيوة مثلا، فهي بتختار منهم، قد يكون الثلاثه غير مناسبين نعم مثلا نعم، هذه هي خيارات المتاحه أيوة امامها. ده شيء المفروض الناس تكون واعيه له. ايوه ونحن يعني بنلقى انه الاسلام يعني الاسلام من عهود بعيده يعني يتقدم شديد في الحته دي يعني في حين يعني المراه اذا مثلا يعني
أعجبت بشخص معين لأخلاقه لأمانته لحاجات كثيرة متوفرة فيه. النساء زمان كانوا بيخطبوا لأنفسهم يعني زي ما حصل للسيدة خديجة، يعني خطبت الرسول عليه الصلاة والسلام واتزوجته يعني هذا بمعنى يعني نحن لازم التناقضات ذات الموجودة في المجتمع دي الناس تحاول يعني بقدر الإمكان إنها تزيل يعني تزيلة أيوة وعشان ويتصالحوا مع حاجاتهم ومع الزمن يعني فللوصول يعني لنتائج أفضل. يعني إحنا هسي يعني بنشوف إنه يعني الأستاذة قالت كلام خطير يعني إنه 50 حال الطلاق في يوم واحد يعني هي المشاهدات المشاهدات يعني ما الباقي نعم فدي معناتها مسألة خطيرة إنه الناس يعني لازم تقيف فيها، المجتمع يقيف ويعيد النظرة ونحاول يعني مع بعض كلنا كمجتمعات وأسر وكده إنه يعني نخلي بقدر الإمكان إنه الحياة تكون سموس بين الناس وما تحصل المشادات الحادة اللي بتأدي للطلاق اللي هو بيكون طبعا نتائجه وخيمة يعني على الكل يعني. صحيح. أستاذ تهاني إذا سألتك يعني هل فعلا الزمن تغير؟ قديما كان الرجال لا يقدمون على خطبة أو زواج المرأة المطلقة يعني إلا في حالات نادرة جدا، الآن هل اختلف الوضع أم لا تزال المرأة المطلقة لا تستطيع أن تحصل على زوج آخر أو تتوفق في زيجة أخرى لأنها مطلقة؟ والله زمان كان يمكن يكون المرأة المطلقة ما بتزوج بسرعة، لكن هسه في الوقت الحاضر العكس العكس بيجيبوا مرة ثانية ولا ايش؟ فبيجوا يعني بيزوجوا يعني نحن عندنا كم محامي طلقوا زوجات يزوجون فدي يعني تكون الواحدة جات رفعت دعوى حق الطلاق ساعدها طلقها بعد ذلك زوجها يعني دي أبسط حاجة ففي نسوان برضو بتكون الواحدة عندها واحد جاهز هي بتطلق وبتجي تتزوجه تخلص الطلاق شهور وتتزوج فعندنا دعوة كده كانت في المحكمة ماسكينها هي الزوجة كانت بتجي معاها زول فكل ما تجي المحكمة بتجي معاها زول ولحد ما قامت اثبتت زوجية طلاقها رفع دعوى بتاع الطلاق والزوج كان ما بيجي بيحامي عنه فلما المحكمه طلقتها قام طوال رجعت الزوجة انتهت من عدتها الليلة بس زوجة الزوج ده كان بيجي معاه المحكمه والقاضي شايفه قام الزوج مش استأنف لحد وصل المحكمه العليا قام رجعوا